جنوبا في ريف محافظة تعز وتحديدا في مديريتي الصلو وحيفان، مواجهات مستمرة تخوضها المقاومة الشعبية مسنودة بالجيش الوطني ضد ميليشيا الحوثي والمخلوع. ففي مديرية حيفان استطاعت المقاومة السيطرة على منطقة النجدين وتبت العبلية بعزلة الأثاور بعد مواجهات مع الميليشيا، فيما لا تزال المواجهات مستمرة بمنطقتي وادي وتباب السبد بعزلة الأعبوس. وتقول المصادر أن المعارك خلفت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وجريحا من المقاومة بعد انفجار لغم خلفته الميليشيا هناك. وإلى الجوار من حيفان، حيث مديرية الصلو، شنت قوات الجيش الوطني هجوما عنيفا على مواقع تسيطر عليها الميليشيا في المديرية. وقال مصدر في قيادة اللواء 35 مدرع لقناة بلقيس إن القوات استطاعت استعادة السيطرة على مواقع كانت تتمركز فيها الميليشيا، مؤكدا على أن هذا التقدم سيكون مستمرا في إطار عملية عسكرية قال إنها تهدف لتحرير المديرية.